كابتن جمال، المقاولون العرب وعلى نظام انسف حمامك القديم، كابتن شوقي غريب 14 رحيل 14 لاعب والانتداب 14 لاعب، هل قدم الاداء المرجو منه في المباراه الاولى امام غزل المحله وتعادل ايجابي بهدف لكل منهما؟ يا بص، هو بالنسبه للاداء بتاع الموسم اللي فات اعتقد ان الموسم يعني بدايه مقبوله، يعني طبعا كانوا هم اللي متقدمين، كان الشوط الاولاني اعتقد فيه كذا فرصه كويسين للمقاولين، ولكن برضو بيلعب فرقة محترمة، فرقة غزل المحلة. فإن أنا يعني ما أخسرش في أول جولة أعتقد دي حاجة إيجابية، ولو إن ده المفروض المباراة على ملعبك فالمفروض كنت أبقى أشرس من كده. بس أنت كلمت في نقطة مهمة جدا، والكابتن أحمد لسه برضو بيتكلم في نقطة مهمة جدا، لما بغير 14 لعيب و15 و17 لازم هاخد وقت أطول عبال ما اللعيبة دي تنسجم وتخش مع اللعيبه اللي كانت موجوده او اللعيبه القديمه اللي موجوده من الموسم اللي فات، فعايزه وقت. فكون ان انا بغير جلدي وما بتغلبش اعتقد دي شيء يعني فيها شيء من الايجابيه، انما لو انا غيرت وبخسر هتلاقي ان في صعوبه كبيره جدا ان اللعيبه دي تبتدي تنسجم، هتبقى محتاجه وقت اطول. فعشان كده انا شايف ان الكابتن شوقي غير عدد لعيبه كبيره، مغير طريقة اللعب لأن هو دايما بيفضل طريقة 3-4-3 إلى حد ما. المباراة اللي فاتت كبداية مقبول بصراحة، يعني إنما مش ده طبعا اللي احنا مستنينه من المقاولين. وكان خصم عنيد وغزل المحلة طبعا، يعني أكيد بان اليوم إن هو خصم عنيد أمام الإسماعيلي بعد فايز كمان. يا جماعة أنت عارف كابتن شوقي كمان جاب لعيبة في حدود الإمكانيات. أيوة صح بالظبط، يعني فيوتشر جاب لعيبة جاهزة، جاب لعيبة كواليتي عالي، كواليتي صح، يعني تندمج سريعا. إنما المقاولين برضه الكابتن شوقي بيعمل بناء فريق جديد، فده صحيح. طبعا المشكلة محتاج وقت. نعم.